انا اللهم بارك على الطابله. مرحبا والف مرحبا. بالنسبه للاثمنه كيقولوا الاثمنه مختلفه. انا الدوره ضايه السمكه الملكيه ملتزه رويال ملتزه ملكي. طاحت 10 درهم في السيبيا، طاحت 10 درهم في القمرون، طاحت 10 درهم في المينا. انا مزيان ممكن سردين. السلام عليكم ورحمه الله، صباح الخير لكم. المهم راه زيرت شويه في الخدمه اليوم، بدي معكم فيديو اليوم من هنايا على التقادير وداك الشيء. كان الحوت مرحبا تيلول مرحبا. مع الصباط الشتا ديال البارح صباح الحوت غالي واحد شويه من اللي مع البحر كان طالع. انا خدام وكندوي معكم، الله يحفظ وصافي مع هادشي ولي جاي دابا الموفيطه. المهم رقم هذا التواصل راه الا كانت شي حاجه راه نعلمكم في الانستغرام، حيت الا كانت شي حاجه عيانه راه ما كنخدمش انايا. بسم الله غنشدو واحد الوقيته وندوز لكم الاثمنه ديال الحوت كيما ولفتكم ديما السبت كندير لكم الاثمنه ديال الحوت السوق كامل ان شاء الله. عاد نرجعو للمحل ان شاء الله. انا الدراري انا ترى تكبط انا صافي. اه بدنا البرد هذا الحمزه كيطلع لكم اهو. اش كاين حمزه؟ عبد الصمد عبد الواحد؟ بسم الله اول حاجه نبداو بهاد الكيكه هادي. الله شد لك العطريه الحال. دير العطريه مع الطيبيضه. اش كيقول هذا؟ هذا كيقول لي في البليده كيقول لي الشيار. علاش كيقول لي الشيار؟ ملي كطيبوا المر كتشير به المقله. يا بسم الله. فتره ونمشيو نضربوا طبيله عند الدراري. بسم الله رانا كندوز محمد جاري هو الاول عاد كندوز المحالي. الله يرضى عليك وليدي. اللهم امين. مرحبا مرحبا. ماشي كندوز المحالي عاد كنمشي عند خويا هشام عاد كنرجع المحالي اخر واحد هو انا. الله يرضى عليك. اللهم امين. الله يرضى عليك. الدكاري هذا الدكاري. بسم الله نبداو بميرنو. ها شحال الثمن ديال الميرنو؟ الميرنو اييه 70 درهم. 70 درهم. القمرون 90 درهم. قبرون 90 درهم. بروموسيون اليوم. لا اليوم بروموسيون اللهم بارك. سي بي شحال؟ هي 90. اللهم بارك. طاحت 10 درهم في السي بي، طاحت 10 درهم في القمرون، طاحت 10 درهم في المينا. انا مزيد. كولا؟ ولكن شوفوا لي المليح، ما نشوفوش على الثمن عاوتاني. هكا. نشوفوا حتى المليح. هادشي باش عزيز عليا. سير الله يرضي عليك. ما كنتش ما عادش ندير لك المعزه ديالك. الله يحفظك يا سيدي محمد. الله ينورك. شحال ديال الثمن ديالك؟ 50 درهم. 50 درهم، طاحت 10 درهم في الكولا تاهي. هاي 50 درهم. لي سبادو؟ لي سبادو 120. لي سبادو 120، باقي شاد الثمن ديالو هو هو. الدبدوب شحال؟ 70 درهم. الدبدوب 70 درهم، طاحت 15 درهم في الدبدوب. بواجو شامه؟ بواجو 90 درهم. 90 درهم، كان 110 درهم ديك السيمانه، طاحت 20 درهم. وهو صبات شي وطاح. اللهم بارك. سردين اللي صبح غالي اليوم. شحال داير هاد النبيره؟ 80 درهم. 80 درهم. الحجل شحال داير؟ 60 درهم. 60 درهم. والمليح. الصور شحال داير الصور؟ كارثي. الصور شحال؟ 100 درهم. الصور 100 درهم. ما عندي ما يتسال. صحبتو داير صحبتو داير 120 درهم قلت لهم في الراديو. يلاه دز دابا في الراديو. المهم بالنسبه للناس اللي كيتفرجوا في الراديو راه يلاه دزت الصباح في الراديو. شحال داير هذا السومو؟ 100 درهم. 100 درهم. تنشوف لي صيفط لي الدري التسجيل وندوزو لكم هنايا في الاخر ديال الفيديو ان شاء الله. تحيات الناس قاطع. شحال داير الحداد؟ الحداد 60 درهم. الرايه؟ 40 درهم. الرايه 40 درهم، الرايه قلت لهم الثمن ديالها هو هو. الفرق شحال داير؟ 50 درهم. الفرق 50 درهم. انا الطويب اللهم بارك كيدايره. انا تبارك الله عطيه العين. مرحبا رشيد اش تقولي ما رشيد؟ مرحبا بك. الف خير الله يسر الامور. السردين هاو. كيلو ديال الشوايه. شحال كتبيع السردين شحال؟ 360 هاو. الثمن ديالو بحال الثمن ديالي اليوم. والله يسر الامور كون مليح ان شاء الله. يلاه نمشيو عند خويا هشام. انا يوسف هاو. يوسف شدينا اليوم من برا انا. مرحبا اخويا مهدي. هاو كيك الطابله. شكون غيقول معايا الثمن يوسف ولا هشام؟ هاد الرايمه مسكينه مشلوطه. ها؟
مالا دراي مسكين مشلوط شدت السنارة هذيك سير على الله هاي الفريضة حكينا شحال هي الراية 40 درهم خويا الراية 40 درهم الفرق شحال داير 50 هذا الفرق البطة ها هو 50 درهم واجو شحال داير اجو خويا 110 سبحان الله مبارك شوف راه كنقول لك متعلم ليه 110 درهم طردك اللهم بارك لي سبادو لي سبادو 110 ها انا الدور هذايا السمكة الملكية مولا التاج رواية مولا التاج هاي الملكية شحال داير 120 درهم دبدو 85 85 درهم معنا اللهم بارك مليح صول 110 صول 110 درهم انا اللهم بارك كولا شحال 50 قلنا كولا 50 درهم هاي انا اللهم بارك كالامار كالامار اخويا 120 كالامار 120 درهم سيبيا سيبيا 110 سيبيا 110 درهم تعرف الله موبايل كروفيت جامبو شحال هذا 180 درهم الجامبا الله مبارك هاي سير الله يعطيك الصحه كروفيت عادي شحال هذا بو عرق 110 درهم 110 درهم بو عرق الله مبارك انا الميرنا فريتور ميرنا 70 درهم قلنا ميرنا 70 درهم ميرنا ديال البلاد احسن ميه طلايه انا الله ما بعرف انا مقجني وحاج حمرينات تبارك الله ما شاء الله ليه شحال 70 درهم 70 درهم انا الله ما بعرف الطابله السومو شحال 130 السومو 130 درهم حدا الدرع لوبار هذا هاي شحال 140 140 درهم انا الله ما بعرف الطابله مرحبا و الف مرحبا بالنسبه للاثمنه كيقولوا الاثمنه مختلفه من المحل للمحل ماشي كلشي بحال بحال ياك اه الشيء اللي جا صوت تما كتبقى كلهم ثمن نعم باش يعرفوا باش ما يبقاوش يقولوا هذاك الثمن وهذا الثمن شوف مالي كاين ميرنا ديال البلاد كاين ديال اكادير كاين ديال الصويره سي الله يسهل الامور والله او الصندوق تما كاين 1000 كان 1300 1400 كاين اختلاف الاثمنه ديال الصغيرات يلاه سي الله يسهل الامور انا اللهم بارك المحل هاي المهم اللي جا للمحل راه المحل هو هذا اسماك مهدي العيار انا بقاو تصوروا حتى واحد جاو ديري حتى واحد ما كيبغينا حتى واحد ما كيبغينا عاد لهم الماء شوف راه هذا ما كيقول بخضر عندي سردين ها هو اجي نصايب لكم في مضربات غزال هي بحال بحال مرحبا المهم ملي اللي جاو عاد جيراني بحال جاو عندي مرحبا بكم ولكن كنت انا جاو عندي مرحبا بكم هاتوما المحل هاهو بزاف ديال الناس ما عارفينش مرحبا الف مرحبا المحل هاهو اسماك مهدي العيار ا دي زويس هاهو حدايا حدايا بوب شعيب سي مصطفى صباح الخير حدايا بوب شعيب مول الزيتون هاهو هاديك الدقيقه انا احسن زيت والله ما بارك وانا جيت هنايا كاين بالعطريه بلا عطريه القمرون اه والله ما بارك شكرا وانا جيت هنايا حداهم انا سيدي نطلع موبايلك هاو اي مليح النق السلام عليكم السلام ورحمه الله سيدي لك باقا عوجه انا الله ما بارك ممكن سردين سيدي اليوم ديال 18 درهم اللي منقي 20 درهم واللي مطحون غير 22 درهم وكاين بانش رويه راه نفس الثمن ديالو عادي هو 70 درهم ما بدلناش الثمن ديالو نفس العبارات ونفس كلشي بالنسبه لبانش رويال الكيلو كتبقى فيه ما بين 900 غرام وكيلو ديال 70 درهم وبالنسبه للسردين الى تنقاو الطحن كتبقى فيه واحد 600 غرام كل كيلو كيعطي 600 غرام ديال الكفته انا مرحبا والف مرحبا هاد السيدي اللي غتودعكم عاوتاني كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم تحياتي لكم تهلاو